العالم في ساحة حرب خارج الجزائر بعدما شكك العالم في الخبر. L'ADN a parlé. Abou Zeid est bien mort. Ce sont les Algériens qui avaient annoncé sa mort il y a trois semaines. François Hollande confirmed that Abdelhamid Abou Zeid was killed in late February. La France confirme de manière certaine la mort d'Abou Zeid, l'un des principaux chefs. تحول الشك إلى يقين. De sources officielles que l'Algérien Abou Zeid serait bien mort à 46 ans. Ce terroriste, l'Élysée devrait normalement communiquer sur cette confirmation. Dans un communiqué, l'Élysée confirme l'information. Abou Zeid est bel et bien mort, tué dans des combats face à l'armée française. C'est ce que vient de confirmer de manière certaine le président français lui-même dans un communiqué laconique. النهار الصدق ثم السبق. السلام عليكم مشاهدينا اينما كنتم. حصاد اليوم والبدايه بالعناوين. الخارجيه تكذب وجود حركه في السلك الدبلوماسي ولا وساطه جزائريه بين اثيوبيا ومصر بشان نهر النيل. الغاء العمل بنظام الخدمه المدنيه على المدى البعيد، ووزاره الصحه تحضر لادخال لقاحات جديده لمكافحه السرطان. تعليمات للأئمة لاحترام مواقيت الأذان وصلاة التراويح وجمع زكاة الفطر بدءا من منتصف رمضان. وفي الحصاد تتابعون، شباب يبحثون أو يقطعون آلاف الكيلومترات بحثا عن مصدر رزق بأقصى الجنوب. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الحصاد. كذب وزير وشؤون الخارجية مراد مدلسي بصفة قاطعة في معرض رده على ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول إقرار حركة واسعة في السلك الدبلوماسي مست العديد من العواصم ما وصفها بالإشاعات، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو المخول الوحيد طبقا للدستور الجزائري لاتخاذ مثل هذه القرارات، وهو لم يتخذ بعد أي قرار بخصوص إجراء أي حركة في السلك الدبلوماسي. أحمد حفصي رصد التصريح التالي. Bien, en ce qui concerne le mouvement diplomatique, il est décidé conformément à la Constitution par Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République n'a pas encore décidé de quoi que ce soit dans ce domaine. Et tout ce que vous avez pu lire dans la presse vous a certainement intéressé. Cela nous a aussi intéressé, quelquefois amusé, de voir qu'il y avait tellement de mouvements diplomatiques dans des variantes très différentes les unes des autres. Aucune d'entre elles ne peut être confirmée aujourd'hui. وفي ذات السياق طلب وزير شؤون الخارجية من وسائل الإعلام الكف عن نشر مثل هذه الإشاعات المرتبطة بسلك الدبلوماسية الجزائرية المعتمد بالخارج، مؤكدا أن الخارجية الجزائرية هي المخولة بالإعلان رسميا عن أي حركة في السلك الدبلوماسي. Le mouvement diplomatique est en devenir et par conséquent je voudrais peut-être contribuer à travers votre question à faire passer un message pour demander qu'on cesse de faire dans la rumeur et qu'on prenne le temps d'attendre que les décisions soient prises. Et lorsqu'elles seront prises, c'est le ministère des Affaires étrangères et lui seul qui pourra les communiquer de manière crédible et définitive. رسمت الزيارة والتي قادت وزير خارجية إثيوبيا للجزائر مشاريع شراكة استراتيجية بين البلدين، أين تتطلع إثيوبيا لجلب استثمارات جزائرية مباشرة. أحمد حفصي رصد تصريح وزير خارجية إثيوبيا. And we have just signed the declaration of a strategic partnership. الجزائر بلد محوري في القارة الإفريقية. في الحقيقة بعد المباحثات التي جمعتني بمعالي وزير الخارجية مراد مدلسي
أمضينا عقد شراكة استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، ونحن نتطلع لرفع مستوى علاقاتنا وحجم التعاون مع الجزائر في جميع القطاعات والمجالات. في موضوع آخر، شكل انتخاب دليل بوبكر عميد مسجد باريس على رأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية انتصارا للجالية الجزائرية بعد حرب كواليس دامت أشهر شنتها أوساط مغربية لقطع الطريق أمام تبوؤ أي اسم موال للجزائر رئاسة أعلى هيئة رسمية تمثل الجالية المسلمة. متابعة في تقرير أحمد حفصي. بعد حرب كواليس وسسبنس كبيرين انتخب دليل بوبكر عميد مسجد باريس صاحب 72 عاما على رأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لولاية من 6 سنوات. انتخاب الجزائري دليل بوبكر جاء بأغلبية ساحقة وبفارق شاسع عن الفرنكو مغربي محمد مساوي المنتهية عهدته. هذا وكانت بعض الأوساط المغربية قد عارضت وبشدة ترشح المحامي المناصر للقضية الصحراوية حافظ شمس الدين والموالي للجزائر لرئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وبعد مفاوضات ماراطونية جمعت ممثلي الجالية الجزائرية والمغربية بفرنسا وفي صيغة توافقية لإنهاء الخلاف الجزائري المغربي، تقرر حصول الجزائر على 3 مقاعد في مكتب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أسوة بالمغرب، بينما افتكت الجالية التركية مقعدين. هذا ويعد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أعلى هيئة رسمية تمثل الجالية المسلمة بفرنسا البالغ تعدادها أكثر من 3.5 مليون، وكان قد استحدث سنة 2003 بقرار من نيكولا ساركوزي الذي كان يحمل أنذاك حقيبة الداخلية في حكومة جون بيير رافارين. في موضوع آخر، رفع مجمع جيل آل الفرنسي دعوى تحكيم دولي ضد مجمع سوناتراك حسبما كشفته المجلة الفرنسية ليون كابيتال. وقال ذات المصدر أن سبب رفع الدعوى جاء بعد أن فسخت شركة سوناتراك عقد تسيير مركز المؤتمرات والاتفاقيات المتواجد بوهران، والذي منح للمجمع الفرنسي لمدة 10 سنوات، والذي يطالب حاليا بما قيمته 16 مليون أورو. ويأتي تحرك المجمع الفرنسي أمام التحكيم الدولي في جنيف مباشرة بعد وضعه في القائمة السوداء المتورطة في قضايا فساد بالجزائر. وفي مجال التعاون، وقعت الجزائر وفرنسا اليوم الأحد على برنامج عمل مشترك يحدد الآليات الكفيلة بتجسيد التعاون في مجال تكوين المكونين وإطارات ومستخدمي الجماعات المحلية. وقد تم التوقيع على هذا البرنامج من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو والتقبلية والوزيرة الفرنسية لإصلاح الدولة واللامركزية والوظيفة العمومية ماريليز لوبغانشي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وكان الجانبان قد تطرقا خلال محادثات جمعتهما بمقر وزارة الداخلية إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجال اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية. في موضوع آخر، قررت 10 منظمات جهوية للمحامين الدخول في سلسلة من الإضرابات وشل المحاكم عبر مختلف ولايات الوطن ابتداء من يوم غد، تنديدا على مضمون مشروع قانون المحاماة التي تم مناقشته على مستوى البرلمان. ويأتي هذا القرار من طرف المنظمات في ظل الانقسام والخلافات بين المنظمات واتحاد المحامين حول المشروع. ورقة في الموضوع وعادل زيدي. بعد سلسلة الاحتجاجات والاعتصامات التي شنها أصحاب الجبة السوداء للمطالبة بقانون المحاماة يضبط المهنة منذ أزيد من 14 سنة، اليوم وبعدما تم تمرير المشروع للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، تعلن 10 منظمات جهوية من بين 15 منظمة الدخول مجددا في سلسلة الإضرابات، مطالبين في نفس الوقت تجميد المشروع الذي جاء حسبهم مجحفا لا يخدم مصلحة أسرة الدفاع. 10 نقباء وقفوا نفس الموقف كنقابة الجزائر، واعتبروا أن هذا المشروع تراجع صارخ فيما وقع الاتفاق عليه، وأنه يمس في جوهر حقوق الدفاع، وأن
كل المحامين التابعين لهذه النقابة أو هذه النقابات متضمرون ويرفضون هذا القانون في صياغته الحالية. واقترح نقيب محامي العاصمة لدى تدخله في ندوة صحفية تجميد القانون إلى غاية عودة رئيس الجمهورية أو الإبقاء على القانون القديم. من الأفضل نبقى بالقانون تاعنا الحالي، لأن القانون تاعنا الحالي في الحقيقة يكفل حقوق الدفاع ويكفل مكانة حقوق الدفاع وضمنها ويكفل كذلك استقلالية المهنة. مشروع قانون المحاماة تباينت المنظمات حول مضمونه في ظل الانقسام الحاصل بين منظمات جهوية رافضة للمشروع والاتحاد الوطني لنقابات المحامين المساندة للمشروع. وفي ملف الصحة، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري عن إمكانية إلغاء العمل بالخدمة المدنية لفائدة الأطباء الأخصائيين. وقال المسؤول الأول عن القطاع في تصريح خاص به النهار على هامش تدشينه لصالون الصحة بقصر المعارض أنه لم يتم تحديد أجل محدد للانطلاق في العملية، مشيرا إلى أن توقيف الخدمة المدنية سيكون عمليا بمجرد تحقيق اكتفاء في توزيع الأطباء المختصين في كافة ولايات الوطن. من المجرى برصدت لنا التصريح التالي. المدى البعيد ممكن نهار يكون التغطية كاملة واحدة وتكون حركة عادية نتاع الأطباء المختصين في الميدان بطبيعة الحال، هذا الشيء تحتم علينا مؤقتا فقط حتى تكون التغطية كافية. كان التغطية واجد العدد الكافي عبر كل الوطن ما فيها الجنوب بطبيعة الحال لازم فيها الخدمة المدنية. خلتنا نستعملوا الخدمة المدنية، إنما لاحظنا باللي الإخصائيين والأطباء ما يتوجهوش بصفة إرادية لهذه المناطق، وكل الجزائريين عندهم حقهم في الدواء، عندهم حقهم في العلاج، عندهم حقهم في الطب. نبقى دائما في الصحة، حيث أعلن وزير الصحة والسكان أن اعتماد اللقاحات المضادة لسرطان الرحم ضمن رزنامة اللقاحات في الجزائر سيكون بعد التأكد من مأمونيته وسلامة استخدامه. وقال الوزير أن اللجان المختصة على مستوى الوزارة ستعمل على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتسجيل هذا النوع من اللقاحات. هذا تفكروا فيه نشوفوا نتأكدوا ولن ما يكونش إجباري، ولن نتأكدوا على الفعالية نتاعو في الميدان باتصال مع كل المعنيين والإخصائيين في هذا الميدان، المنظمة العالمية للصحة، ولكن شفنا فيه إيجابية حقيقية بالمقابل صار المردود في الميدان الصحي والمقابل المالي نقوموا به. شكرا. تحسبا لحلول شهر رمضان المعظم وما يتطلبه هذا الشهر الفضيل من واجبات، اتخذت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إجراءات بعثت بها إلى مختلف مساجد الوطن كخطوة من أجل القضاء على التباين الذي عرفته بعض المساجد عبر التراب الوطني السنة الفارطة. تفاصيل أكثر عن هذه التعليمات في تقرير ياسين بابسي. بعد الشكاوى الكثيرة للمصلين حول وجود تجاوزات من طرف بعض الأئمة السنة الماضية خلال شهر رمضان المعظم، توجيهات وتعليمات من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للأئمة حول قضايا مهمة تخص التراويح، المصلين والأذان في المساجد، وهذا حفاظا على المرجعية الدينية الجزائرية. احنا نبهنا على أن صلاة التراويح ينبغي تكون متماثلة في جميع المساجد، يقرؤون بنفس القدر من القرآن في كل ليلة بحيث يختم صلاة التراويح. لا ينبغي أن تطول كثيرا ولا أن تقتصر كثيرا من حيث الزمن وليس من حيث عدد الآيات. هذا بنا يلتزموا بالوقت المذكور في الرزنامة المتوفرة الرسمية ولا يقدموا ولا يؤخروا عنها. من جانبهم رحب بعض أمناء مجالس العلمية بفحوى التعليمة وأجمعوا على إيجابيتها. القابلية في رمضان والجو الأرياحي هذا التديني الأكثر من غيره ينبغي أن يغتنم فيما يفيد البلاد والعباد، إضافة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي قد تضر بمجتمعنا. أن كل إنسان يصلي التراويح